الحكاية بدايتها تكون من المناديل. أكيد يعطيك مثلاً إغراءات إنه تعالى هنا. أكيد. إن عمك وجابك هنا ورماك. آه. المندوب قاعد يتاجر بأهله من بلده. مين السبب؟ المندوب ولا تاجر؟ بدايتها من المناديب، بس اللي ادى الفرصه للمندوب ده الكفيل بيدي اغراءات وبيعمل زي غسيل مخ كده عشان يقدر ان هو يكسبك. يعني هو ما عملش حتى حساب لصوره الجرابه اصلا، هو كتب عليه من البدايه. والله هم الاثنين مشتركين مع بعض، سواء المندوب او تاجر الاقامات، ده بياخذ فلوس وده بياخذ جزء منها، يعني هم الاثنين يعني المندوب والكفيل متعاون مع بعضيهم، وبنطلب منهم ان هم يدونا فلوسنا وحقنا ونروح. انت جيت خدنا من المطار ودتنا الشركه، واحنا مواصلين المواصله بتاع الشركه طلبت مني 350 دينار، على ايه 350 دينار؟ على انت تاخدها تحطها في بطنك وفي كرشك؟ حقق معانا عند وكيل النيابه بكل ريا ودان، اتحقق معايا ولسه لحد الان نايم في الفرشه، ما خرجش ما اتحققش معاه، بيقولوا عنده اشتباه في كورونا. الدول مع بعضيها هم يبقى في تنسيق بينهم، يعني انا عندي عماله اتضررت ماشي حصرهم كذا كذا كذا، الدوله مثلا الكويت تديهم تعويض مبلغ مثلا، وممكن ياخذوا المبلغ نفسه من الشخص نفسه اللي جاب العماله دي ورماها في الشارع. العقد العمل طالع من عند مين؟ طالع من عند الكفيل فلان اللي طلع العقد العمل، يعني هو اللي اداله الفرصه، هو اللي اداله العقد عشان خاطر يوصله لي. انت بتاخد فلوس تجيب لها شغل محترم، ما تجيبناش تضيعنا وتدمرنا في بلاد الناس وترمينا. انا دافع فلوس عشان اجي اشحت، عشان اجي اشحت. حتى لو طالت المدة انتوا قاعدين احنا قاعدين ان شاء الله قاعدين. لما ناخد حقنا في الاول ولا ننزل البلد. انا لما انزل مصر بتاع مصر هيقول فلوسك راحت الكويت، وانت اشتكيت ونجيت بالكويت والحكومة الكويتية، ليه ما جبتش حقك هناك؟ فلوسي موجودة هنا مع الكفيل ومع المصري اللي نصبين علينا. انا بناشد اللي هناخد حقي، والناس اللي هي تجرت في البشر تتحبس ويبقى فيه انجاز في القانون. يعني انت بتقول لي القضية قدامها سنة، طب ما الناس موجودة.